طلع الثمن بزاف. هديت جوج خروف دابا 42 42 بحال هادو كيديروا 16000 ريال. شوف شحال تقريبا 65 في عمري ما عمري شفت انا هاد الغلا هذا. دابا سمعوا الناس الغلا وطلعوا الفوق. دابا هو كيدير الثمن في الدار. صوم جاي فراسهم طلع الصوم. ما عمرو كان هادشي كاع. ولا 130 الف ريال باش غنبيعوا ولا الخرافات يتباعوا ب 80 الف. دابا هو ملي سمعوا الغلا ما كيهضرش معاك كاع. ورجعت واحد المره باش تاخذ قال لك 30 الف ريال قال له راه الخروفه ب 42 ولدي باش يشري ورد هذيك الفليسات بجيبها. ثمن كان ثمن كان ثمن حولي ديال العام ديال هذا العام زاد فيه 30 الف ريال. ديال 50 دابا هذا العام تيدير 90 100. هاد العام اخويا غالي بزاف الغلا كاين الغلا والله العظيم المسكين ما غاديش يعيط. هادو اللي كتشوف فيهم 10 كيلو 12 كيلو 55 الف ريال. انا كنت فاس ودوزت على الشقاك وسط الغلا بزاف. اما في المناطق الاخرى راه تقريبا الاغلبيه غير الشنقه دابا كتلقى مثلا شاري 3500 راه يقول لك راه عطوني 4000. راه تقريبا راه كيعطي عليك الراس الواحد ما بين 15 درهم حتى 20. الاضاحي اللي هذا العام تبارك الله الثمن مناسب المواطن يقدر يشري. كل شيء رخيص الحولي تبارك الله ابتداء من 1800 2000 درهم. ويلي يعني المواطن تجي في المتناول ديال الجامع كل شيء غادي يعيد. دخلنا عليك والله. تبارك الله الدولة راه وفرت لنا الأضاحي ما شاء الله وداك الشيء رخيص وزوين. ثمن خيالي. ثمن خيالي جدا. بزاف ياك بزاف. حتى داك الحولي ديال الصبليون ديال رومانيا ما عندنا ما نديرو به. شناهو كاع؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. اذا كنت الى اول مره كتشاهد القناه ما تنساش ديرنا اشتراك فيها وشي كومونتير محفز فضلا وليس امرا. عوده الاخوان الى مشكل ديال الحولي. مشكل ديال الحولي الاخوان للاثمنه ديالو مرتفعه صاروخيه وهذه الاثمنه الاخوان اللي كتخلي المواطن كيتساءل شنو السبب اللي كيخلي هذا الكبش انه ارتفع في الاثمنه مبالغ فيها. وأثمنة الإخوان ليست في المتناول الناس الإخوان اللي ما عندهمش والناس الضعفاء. أجي نتقدم لواحد في الرحبة ولقيت الثمن خيالي. خيالي الثمن رخيص بزاف. أجي تشمخ كيما درت الكيلو وحلة خصي المعينة وحلة. هذا هو الإشكال اللي كاين دابا. ودائما كتجي في الفقير في الزيادات وحنا شفنا لا الحكومة زاد في القنينات ديال الغاز 10 ديال الدراهم. قال لي ما قدو فيل زادو فيلا. داز القنينة ها هو دابا الآن العيد الأضحى اللي هي سنة مؤكدة باش يهديها الناس الإخوان إلى الله سبحانه وتعالى. كيلقاو مشكل ديال ارتفاع الأثمنة تقريبا العكس. كتقول صدر كيلو رخص هو الصغير قال لك 74000 راه بزاف تقبل على المواطن. وخويا كلشي موجود الرخا كاين وانتم كتشكاو. خويا دابا الحولي مزيانة. عارفه أثمنة في الأكباش والجدي والخروفات والخرفان كلهم الإخوان كاين أثمنة مرتفعة زايدة 2000 درهم الإخوان 2500 درهم على العام اللي داز الإخوان. كل عام كنلقاو هذا السيناريو ديال الزيادات. كل عام كنلقاو سيناريو ديال ارتفاع الأسعار. الثمن شحال وصل الحولي شحال ديال الحاج؟ 110 تبارك الله. جوج تخرى الحاج حكيو لنا تقديتو. الله يسخر لكم. يعني الحولي كاين حتى ل 90 في المليح. 120 قدك تا ريال دخل سوق راس. وسؤال الاخوان اللي مطروح لماذا هذه ارتفاع وهذه اثمنه الخيال الحولي.
وهنا الإخوان كاينه بزاف ديال العوامل. العوامل الأولى الإخوان وهي العلف، العلف لي عالف الخروف كان كيتباع غالي والكساب مقيوم عليه الحولي بثمن مرتفع، فبالتالي غادي يبيع بالثمن. والعامل الثاني الإخوان، العوامل الثانية اللي كتخلي هاد الارتفاع في الأثمنة في الحولي وهو الشناقة. الشناقة هو واحد الشخص اللي ياخد حولي من السوق كيقلب فيه البيع وكيبيعو المستهلك بثمن آخر. خويا راه ثمن 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 كاين ثمن اخويا 50 60 اخبار كاين ثمن 60 ديال الاول كادو 1600 درهم 1800 وكتزاد بطبيعه الحال من 1000 درهم الى 1500 درهم في الحولي، وعاد المستهلك تياخذ الحولي وكيطلع عليه بثمن غالي. هذا سبب ثاني. والسبب الثالث الاخوان هو عدو علاقه بالجفاف، والجفاف الاخوان قله الامطار، وما كانش الاخوان شي حاجه ديال الامطار اللي غطيه باش تعطيه الربيع، وبالتالي هذا راه عامل اساسي حتى هو باش الزياده في الاسعار تكون الحولي. والسؤال اللي مطروح الاخوان، هاد الكسابه وهاد الشناقه اللي كيدخلوا للسوق شنو هما الاضرار اللي كيسببوها للمواطن؟ كثير اضرارات الاخوان والاثمنه اللي كيمشيو للسوق، مثلا السوق الخميس الاسبوعي، هاد الخميس الاسبوعي الاخوان سوق اسبوعي تينوضوا بكري، الناس كيخذوا ياخذوا حواله جمله وكيبداو يطلعوا في السوق وكيغليو على الناس. والمشكل اللي كاين الاخوان هما الناس كياخذوا حولي بثمن مرتفع، وهنا الطعمه الاخوان المر هو ان كتلقى حولي شنو عارف. وهنا غنهضر لكم الاخوان على مشاكل اخرى. مشاكل اخرى الاخوان هي كتاخذ حولي بثمن مرتفع ومبالغ فيه، وبالتالي الاخوان كتلقى هذا الحيوان واكل ماكله غير صحيه، واخل السكريم وموكلين شي حاجه باش منفوخ هذا الحولي، وبالتالي كيزرق لك في الثلاجه وكيعطيك واحد الماكله غير صالحه في الماكله الاخوان في الثلاجه كيزرق لك هذا اللحم. هذا راه مشكل. والنصيحه لكم من هذا المنبر في هذا الفيديو، الا مشيتوا للكراجات او مشيتوا للسوق الاسبوعي في البوادي، شوفوا الى سميتوا الريحه كريهه مرتفعه عرفوا حولي واكل ماكله غير صحيه، ابتعدوا عنه لان هذا مشكل سيسبب لكم طالما مشكل في الثلاجه، وغتلقاو مشكل الاخوان في الطبخ، غتلقاو اللحم من الزفر. وهنا الاخوان تنوضح لكم هذه المساله، الحواله اللي ما فيهمش الريحه ومزيانين هما افضل حاجه. والناس الاخوان تيقول للنساء ديالهم خذوا لنا حولي الدبرون الكبار، واخا هاد العام هذا كاين اللي حولي بقرون كبار لا والو، غالبا ما تاخذوا جديان او لا تاخذوا حوليات، لان هذا هو الحل المناسب لهاد الناس. ما تنساوش دير اشتراك في القناه، نشوفكم مطير محفز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.